هنأ سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة مؤسس منظمة خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة. هنأ الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة بنجاح تنظيم النسخة الثانية لبطولة أوروبا المفتوحة لفنون القتال المختلطة للهواة، والتي أسدل الستار على منافساتها يوم أمس الأول بالعاصمة التشيكية براغ. وأكد سموه أن الاتحاد الدولي يبذل جهوداً متميزة في سبيل الارتقاء بهذه الرياضة من خلال الأنشطة والبطولات التي يقيمها، والتي ساهمت بتعزيز العلاقات بينه وبين الاتحادات الأعضاء، وساهمت بتطوير قدرات وأمكانيات المقاتلين، والتي انعكست بصورة واضحة على مستوياتهم في هذه البطولة. هذا وقد شهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة منافسات اليوم الختامي للبطولة، حيث توج سموه الفائزين بالمراكز الأولى في المواجهات بحضور السيد جارث براون رئيس الاتحاد الدولي والسيد دانزن وايت الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي. وأشاد سموه بالمستويات القوية التي شهدتها النزالات النهائية للأوزان المعتمدة بالمشاركة، والتي تعكس التحضيرات القوية للمنتخبات التي نجحت في الوصول لهذه المرحلة من البطولة، متمنيا سموه لبقية المنتخبات حظا أوفر في المشاركات القادمة. Of mixed martial arts comes from the lodges of the kinness of His Highness Sheikh Khalid bin Hamad Al Khalifa to confirm Bahrain's